السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه تصوير بالمصري. معاكم احمد فتحي. حلقتنا النهارده حلقه من حلقات العمل اللي انتم بتحبوها جدا. وقبل اي حاجه نصلي على النبي الاول، بعد كده نروح لموضوع حلقتنا. موضوع حلقتنا النهارده زي ما انتم شايفين انا في المكان اللي بصور فيه عملي. اول حاجه بعتذر عن الاضاءه لان انا بصور باضاءه لمبه موفره عشان الحلقه عملي، فانا مش هشغل اضاءه تانية تنورني وانا بنور الشخص اللي هيتصور. حلقتنا النهارده عن ازاي تصور شخص بثلاث مصادر اضاءه. الحلقة دي مستوى متقدم شوية، يعني لو انت واحد مبتدئ الموضوع مش معقد زي ما انت متخيل. وبرضو ان شاء الله هعمل حلقة تانية عن ازاي تصور بمصدرين وازاي تصور بمصدر واحد، بس دي حلقة دي مستوى متقدم شوية لو انت واحد معاك اكتر من فلاش او اكتر من مصدرين اضاءة وعايز توظفهم. فهقول لك ازاي نقدر نوظفهم ان احنا ننور شخص في مكان اضاءته بنسبة 90% مش موجودة. يعني احنا ما عندناش اضاءة في الباك جراوند غير الشريط الليد اللي هناك ده، ما عندناش اي اضاءه خالص، واللمبه الموفره دي اللي هي غير مؤثره بالمره في اي حاجه. فنروح للحلقه ونشوف هنعمل ايه ونشوف ظروف الحلقه تتم ازاي. هنروح نبدا نشوف بس الاول العده اللي معانا اللي هنصور بيها النهارده هي ايه. مبدئيا الكاميرا سوني A7 مارك 2 و 85 ملي فتحه 1.8 السوني، وتريجر كيو 7 مارك 2 من شركه جيمبي، وعندنا هيد اتش دي 400 برو من جيمبي برضو، بارابوليك 90 سنتي جيمبي، وفلاش ال HD 2 ماكس من جيمبي، فلاش الرائع ده بصراحه، وعليه شمسيه عاديه خالص، شمسيه رخيصه ما فيهاش حاجه. وعندنا ورا هنا انت مش شايفه هوريه لك دلوقتي، فلاش جودوكس 685 معلهوش اي حاجه، لينك كده في الكورنر كده، بص اللي هنا مرمي لوحده كده، ده عشان يعمل ريم لايت او عشان يعمل ضوء يرسم بس الشخص في المشهد. هنبتدي نعمل ايه؟ انت ايه صح؟ انا لسه هقول الموديل اهو، لسه هقول الموديل اهو. معانا عمرو، معانا عمرو الموديل اللي هيتصور النهارده. فالموضوع بيتم ازاي او البروسيس بتتم ازاي؟ مبدئيا زي ما اتعودنا قبل اي حاجه بنقوم قافلين التريجر بتاعنا وبناخد التيست بتاعنا على اضاءه المكان او اضاءه الخلفيه عشان الى حد ما نخلي الخلفيه معانا منوره، لان احنا مهما كان معانا مصادر اضاءه كبيره فاحنا مش هننور المكان، خصوصا احنا في مكان اوبن اير او فوق السطح يعتبر. هنعمل ايه؟ انا عشان اختصر وقت شويه قبل ما ابدا الحلقه خدت كام تيست عشان اعرف هبدا باعدادات عامله ازاي. طبعا انا ما فيش في الخلفيه عندي غير الليد البنفسجي ده، فاعدادات اللي انا خدت بيها وهوريك الصوره دلوقتي عامله ازاي. برده بدات بايزو 400 وخدت فتحه 2.8 وشطر 1/100. طبعا الصوره تظهر لكم مش باين فيها غير شريط الليد بس كده مرسوم، مش باين عمر، مش مشكله ان انا هنوره بالاضاءه دلوقتي. فطبعا انا بصور لك وبوريك حلقه في اسوأ ظروف اضاءه، يعني في مكان كحل، لان انت في مكان فيه خلفيه منوره الموضوع احسن بكتير، مش زي دلوقتي. بس احنا بنبتدي بالصعب عشان لما تكون في مكان احسن من ده الموضوع معاك بالنسبه لك سهل. تيجي بقى الخطوه اللي بعدها نعمل ايه؟ نشغل التريجر بتاعنا، وعشان اوريك تاثير كل مصدر او المصدر ده بيعمل ايه والمصدر ده بيعمل ايه. خلينا متفقين ان المصدر الثالث اللي ورا خالص ده اللي هو 685 اللي من غير اي حاجه ده هيفضل شغال معانا عشان ده شغال سليف، فهينور مع المصدر ده او المصدر ده. فخلينا ناخد دلوقتي شوت بالبارابوليك والهيد 400 والريم لايت اللي ورا او الفلاش 685، بس مش هنشغل ده مش هيضرب معانا. نقفل وقت كده من التريجر، كده هو مقفول من التريجر مش شغال غير الهيد ده. طبعا انا ظابط الهيد ده على اقل باور لان ده 400 واط فهو قوي، فاقل باور فيه بالنسبه لي الى حد ما معقول مش وحش. خدت كذا تيست عشان وقت الحلقه، فناخد صوره كده ونشوف عامله ازاي. طبعا في الخلفيه الليد طبعا بظبط الفوكس على الشخص. عندي بقى حاجه حلوه برده بالنسبه للجيمبي بالمناسبه، يعني الموديلنج لامب دي عشان اقدر اخد فوكس جامده، يعني انا مش عارف اخد فوكس اصلا. لما شغلتها قبل الحلقه قدرت اخد فوكس بسهوله جدا. وفي لمبه زيها هنا بس ما نوصلها نبقى نشغلها برده. قلت خلي فوكس معايا بسرعه ازاي؟ فوكس على العين. دي الصوره بتاعتنا هتظهر لك دلوقتي. هتلاحظ ان وش عمرو من الناحيه الشمال او شماله هو منوره بالهيد الجيمبي ال HD 400 برو على اقل باور، والفلاش ال 685 اللي هناك ده على يعتبر اقل باور او 1/128 بلس 7/10، يعني باور قليل بس عشان يديني بس ريم لايت يرسم عمر من الاتجاه اللي انتم شايفينه في الصوره دي. فخلينا دلوقتي نشغل الفلاش ال HD 2 ماكس ده، وبرده فلاش ده قوي فاحنا مش هنشغله على باور عالي عشان يعمل فيل لايت. تقسيمتنا ايه؟ تقسيمتنا ان ده الكي لايت، ده الفيل لايت، وهناك ده الريم لايت. ده الاضاءه الاساسيه اللي بتنور عمر، يعني ممكن اتعامل على اساسها بس
احسنها بايه؟ احسنها بفيل لايت يملى معايا الشادو اللي باين في وش عمرو من ناحيه اليمين. فخلينا نشغله من هنا كده. كده احنا شغلناه، ونشغل برده الموديلنج لامب بتاعته عشان اخد فوكس بطريقه اسهل واسرع بكتير من الاول. فناخد شوت برده الفلاش ده على اقل باور، والهيد ده على اقل باور، والفلاش اللي ورا ده برده يعتبر على اقل باور. وانا باعداداتي لتاني مره عشان محدش ينسى، ايزو 400 عشان انور او ابين الليد اللي ورا عمرو، وفتحه عدسه اف 2.8 عشان يجي الشخص معايا الى حد ما في فوكس ما يهربش مني، وشطر واحد على 100 عشان برضو ادخل اضاءه من الخلفيه. ناخد شوت تشوفوه معايا. اعتقد شايفين الفرق بين الشوتين. هتلاقي الفرق مش قوي قوي. ليه؟ عشان ده مجرد فيل لايت، انا ما بقتلش الشادوز اللي في وش عمرو من ناحيه اليمين، انا بملاها شويه اضاءه عشان ما يكونش في تباين عالي او كونتراست عالي، ما يبقاش جزء منور وجزء اسود. انا قادر اخلي عمرو دلوقتي منور كله، مفيش فيه شادوهات او شادوهات خفيفه قوي، بس بيضيع الدايناميك او الديبث او العمق في الشخص، مبقاش كده وشه كله فلات. انت دلوقتي شايفني منور من هنا وفي هنا شويه شادو، فباين ان انا زي ما تقول 3D. انما لو انا كلي منور هتحس ان انا يعني حاجه اسمها فلات لايت، مش حلو، مش دايما بيكون حلو. فخلينا ناخد شويه شوتات على نفس الاوضاع دي او نفس الاعدادات دي، ونشوف نتائج مع بعضينا. طبعا النتائج تظهر لك كلها في اخر الحلقه بعد الايديت، ممكن تظهر لك وانا كنت بصور بدون ايديت او من الكاميرا على طول. طبعا زي ما احنا متعودين بنصور رو، انا بصور جي بي جي ورو عشان اظهر لك الجي بي جي وانا شغال، والرو عشان يتعمل له ايديت. الرو لابد منه عشان نعدل بطريقه افضل، بس الاساس وخدها مني قاعده وامشي عليها وادعي لي بعد كده، ظبط صورتك صح من التصوير عشان ترتاح في الايديت. ظبط صورتك صح من التصوير عشان ترتاح في الايديت. كل ما الصوره تبقى مظبوطه من التصوير هتيجي في الايديت هتعمل ايه؟ مش محتاج تعمل حاجات كتير، حاجات بسيطه قوي وممكن ما تعملش. زي ما انتم شايفين الصور اللي انا هظهرها لكم دلوقتي ممكن تكون مش محتاجه اصلا ايديت. فيا رب تكون عرفت ازاي توزع ثلاث مصادر اضاءه. طبعا في توزيعات مختلفه لاوضاع مختلفه، بس ده الوضع او التوزيعه الشائعه. انا ممكن اخلي الفلاش اللي هناك ده تحط عليه كولر جيل ونور حته بلون معين، بس انا في مكان اوبن اير فالموضوع يعني مش صعب شويه، لا في شجر ولا في زرع ولا في حاجه زي كده ان انا انورها. فدي اشهر توزيعه، ويا رب تكون استفدت معايا. ولو استفدت بعد اذنك ما تنسانيش من دعائك انا والراجل الغلبان ده عشان بيطلع هنا في الكونتنت. ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات تحت الفيديو، او ابعت رساله على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك في الديسكربشن. وسلام.